امسكي نفسك يا مدام، بصي كده. بلاش الدبس اللي بتحطه على الحجر ده، بيحرق المعسل. انا يا كبير، المره الجايه اجيب لك فحم قد السمسمه. ماشي يا مسمسم، يلا. ايه يا ريال انت عملته ده؟ ايه يا جدع في ايه؟ ما تقول سلام عليكم الاول. ايه بقى حوار ايه السمسار ده؟ هو جالك عشان يشتري البيت وانت رفضت؟ اه يا سيكا، عندك مانع ولا ايه؟ عندي 100 مانع. انت عارف الراجل اللي وراك كان هيدفع كام؟ ما يدفع زي ما يدفع يا اخي، ما البيوت على قفه من يشيل، ولا انا جت على حته البيت اللي وقع نصه. اديك قلتها بلسانك، وقع نصه. يعني دي الفرصة الوحيدة تطلعنا من هنا ونعيش زي البني ادمين يا اخي. واحنا كنا عايشين زي البهايم وانا مش واخد بالي ولا ايه يا سيكا؟ ما تظبط يا جدع. مش دي المنطقة اللي اتربيت فيها؟ مش ده البيت اللي ابوك تعب فيه عشان يبنيه؟ يابا احنا مش هناخد الفلوس ديت ونسكر بيها. انا هجيب حاجة أحسن ونعيش زي ما الناس ما هي عايشة. ولا أنت عايز طول عمرك تفضل عايش هنا يا رايق؟ يا كده أنت بتتحايل على الحنفية صعب حالة عشان تنزل كوباية مية، وهي نزلت كلها مجاري، في إيه؟ طب اسمع بقى يا سيكا عشان ما نزعلش مع بعض. موضوع البيع ده تشيله من دماغك خالص. يعني يا شيخ؟ يعني مفيش بيع. انت فاكر يا ضل ان انا مش فاهم اللي في دماغك؟ بيع رايق، الرايق بيعت وماخد الفلوس وكاتب. احمر افهم، البيت ده يعني اصلنا. عارف يعني ايه اصل؟ يعني جدر، والجدر لو اتقطع شويه هوا هيطيروه. جدر ايه وهوا ايه يا عم الرايق؟ البيت ده مش بتاعك انت لوحدك يابا، وبطل بقى تعمل عليا الكبير وتمشي كل حاجه على مزاجك. انا خلاص كبرت، ولو انت مش عاوز تبيع براحتك، انا هبيع نصيبي للراجل وانت تتصرف معاه. راجل مين؟ هو انت كمان عايز تجيبني واحد غريب يشاركنا في البيت؟ انت اتجننت يالا ولا ضارب حاجه؟ هو كده، ده نصيبي وانا حر فيه، ليك شوق في حاجه؟ ليه ليا شوق في حاجه؟ ده انا فينك هنا تحت البيت يالا انت واللي جاي يشتريه. طب انا هبيع يا رايق، واللي عندك اعمله. خلاص يا عم استريحت؟ نفذت اللي في دماغك؟ حرقت قلب طليقتك وابوها والواد بقى معاك. ده مش بس بقى معايا، ده ولا هيشوف شعره منه تاني بعد كده. يعني ايه؟ رامي بقى بره مصر خلاص. يا ابني ايه؟ وسفرته ازاي؟ ايه اللي سفرته ازاي؟ انت ناسي انه يبقى ابني وانا ابقى ابوه ولا ايه؟ يا ابني ايه؟ تصدق بالله انا من كتر الغل اللي جواك ناحيه طليقتك وابوها انا بقيت متصور انك ممكن تعمل اي حاجه في الولد عشان تحرق قلبهم. لا يا حبيبي، مش انا اللي اعمل الحركات دي، ده انت وبلدياتكم. عيب. سفرته عند مين؟ عند زياد. زياد الخواجة؟ يا ابن الايه؟ حتة فكرة ما تجيش على دماغ الأبلسة. يبقى وروني بقى يعملوا يا معلم. المهم أنا دلوقتي هكلم الشيمي إمتى؟ سيبه ساعتين تلاتة كده لما يستوي هو والمحروسة بنته، واطمن كمان إن رامي وصل بالسلامة بره. ماشي، بس لازم ترسيني هعمل إيه؟ إيه؟ الله، ما أنا دلوقتي الشيمي أول ما ينسحب من الانتخابات الواد لازم يرجع لأمه وسعيد. لما الشيمي يبقى ينسحب من الانتخابات يبقى احنا حلال. سعيد؟ أنا اللي متصدر في وش المدفع. طيب بص يا معلم، خلاصة الفيلم ده كله رامي يبقى ابني وارجعني، وأنا سابك بتلعب مع الشيمي عشان تخلص مصلحتك من وراه. لما بقى نخلص الحاجات دي والشيمي يقول لك فين الواد، وبصدرني أنا ليه ومالكش دعوة أنت. اتفقنا؟ ماشي. خد يا عم ديب، جاي لك سرة فلوس اهي. تصرد فلوس ايه؟ ده هي الحسد ايه؟ وقد كده كمان هيحسدوك على ايه يا خي؟ على رايك، اصل الحياه ورد اصلا. ما انت يا ابني اللي مغمقها على نفسك، وانت برضه اللي ممكن تفتحها. ده كفايه ديبو نظره بس كده في وش اللي بتحبه، ولا ضحك حلو على الصبح وتلاقيها زهزهت على طول. هي بطلت تضحك اصلا. قصدك جيجي مش كده؟ كويس كويس انك افتكرتها. انا قلت فكرك راح لواحده تانية. انت هتلاعبني ولا ايه؟ ما هو لو في حد غيرها هقول لك على طول يعني. لا في يا ابن اخوي، وانت ما بتقولش. في غيرها؟ ايوه كده تعدل يعني. عارف يا عمي، لما تحس انك عندك مشكله وكل يوم تكبر، كل يوم تزيد عن اليوم اللي قبله،
يبقى مش في دماغك، تحس ان ده العادي، عشان كده انت بتدورش على حل اصلا، وفجأة تلاقي الحل اتحط في سكتك، تقول لنفسك يا انا كنت فين من زمان؟ حل ياخدك من ايدك ويفرحك، يفرحك قوي بس في نفس الوقت يقلب عليك المواجع، يقولك لو مشيت ورا الحل ده هيتقال عليك نادل وخسيس وفيك كل العبر. هعمل ايه يا عمي؟ همشي وراه ولا اقول لنفسي خلاص انت عايش، عيش زي ما انت بقى وخلاص؟ لا، هعمل ايه؟ تحل مشكلتك الاول يا دين. حاولت، حاولتين يعني، وتالت ورابع وعاشر، والراجل بقى اللي ما يستسلمش. كلام، كله كلام، ما بيجيبش اي نتيجه. كلام بشوقك يا دين. بس افتكر يا ابني الحل اللي انت لقيته ده وفرحك قوي كده، بكره هتلاقي حل تاني يفرحك اكتر منه، وبعده هتلاقي حل تالت، ومش هتلاحق يا حبيبي. نار يا حبيبي نار، يا مدور ياكش تولع بنار جهنم. مالك يا جدع الصبح شايك كده ومسحلني شعرك بتاع؟ حكايتك ايه؟ احلى شيشه لحبيبي. ارغي بصراحة كده، أنا في واحدة مزولاني جامد أول يومين دول. مين يا؟ أم عاطف بتاع فرش السجاير؟ يا كبير، أم عاطف؟ أم عاطف؟ لا، الكلام ده كان زمان، أنا دلوقتي اتغيرت وبقيت إنسان تاني. مين بقى إنسانة تاني اللي شلمت حالك بالمنظر ده؟ بصراحة شيماء. شيماء؟ شيماء مين؟ أخت الديبو؟ قوم وقف يا رب. في يا كبير، أنا عملت إيه يعني؟ عملت إيه؟ بقى ديبو يستأمنك علاقته ياه، وانت تبص عليه من وراه. والله العظيم يا كبير انت فاهمني غلط، مفيش حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي خالص يا كبير. الموضوع كله ان انا معجب بيها وبكلمك عشان تخلي ديبو يعني. اقعد. في حاجه بينك وبينها يعني؟ اتكلمت معاه في حاجه؟ لا يا كبير مفيش اي حاجه. صباح الخير، صباح النور كده يعني. ولقيت الدنيا فيها ايه؟ غايبه معاك؟ هي بتعاملني كويس مش اكتر يا كبير. يا بجم، يا بجم دي في معهد، يعني معلمة حيوان. يعني يعني يا كبير يعني ما انا كمان في دبلوم يعني يا كبير يعني، وانا امي يعني. امك امي قوم شوف شغلك كده وانا اتصرف. لا يا كبير، ربنا ما يحرمني، ربنا ما يحرمني منك يا كبير. خاطرنا بقى اجيب لك الاصطباح. يا عم الحاج تعمل ايه يا ريس؟ انتخابات. انت ايه؟ خبات يا برنس المنطقة. خبات؟ روح خيب بعيد، ما بحبش الوشوش اللي يجيب الفقر يتعلق.